when there were 30% capacity and 70%, and even then the traffic was generated primarily by the carpool and full friend. يعني أحيانا اليوم مفتوح المول والبحر بعد. تمام خلينا نشوف على يا توفيق قوم توفيق قوم 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 شو صاير هذا؟ والله بنروح البحر والله بنروح البحر ايه فتح البحر خلاص يلا نروح البحر ريدي 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 اقول لك يا عم والله تمام وين الغيبه علينا الحين 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 شو يسمونها احنا في البحر الحمد لله مرحبا بكم مرحبا بكم فلوق جديد ويوم جديد هي. كمان وعدنا من قبل يعني قبل اسبوع وعدنا قبل اسبوع كنا سوينا الاربعاء اللي عدى فلوق هذا ثاني فلوق سبعني زين شو بنحكي اليوم فتح البحر اليوم وفتح المولات على فكره نحن اول شيء اليوم ما نمنا امبارح بكير تقريبا الساعه 5 صرنا بعد ما صلينا الفجر اول ما فقنا ساعه 1 ساعه 2 صلينا الظهر مباشره زبطنا البريكفاست كل شيء بعدين راح تشوفوه على داخل أيوة. على الفلوق تبعنا كمان ايوه الحين تقريبا احنا عندنا الساعه 4 ساعه 5 اول ما وصلنا كان حر فوتنا مباشره على السباحه يعني ما صورنا ولا شيء من البيت تقريبا نص ساعه 100 متر ماشي ماشي شويه يعني اخذنا متر تقريبا احنا بين المحطه تبعنا والمحطه تقريبا بالضبط 45 دقيقه طريق يعني ماشي الحال الحمد لله يعني طيبه هالتعب كله ما راح الفاضي الحمد لله بلشت الحياه عم ترجع مثل ما كانت 100% الاوضاع بلشت تتحسن نشكر دولة الإمارات على والحكومة دبي وكل شيء على جهود تبعهم اللي سووا معنا حتى رجعوا الحياة مثل ما كانت الحمد لله على أي شيء اليوم بدنا نحكي لكم يعني الأوضاع صارت عم تتحسن من حسن لأحسن شو سويت قبل شوي؟ عدينا البحر اللي هناك يعني كم على فكرة أنا وعارف فتنا جوا كثير على فكرة بدون ما نحكي لكم بس والله العظيم فوتنا اول ما كنا فايتين حلو بس الرجعه يا عم بسبب اللي انذر من ما عاد في نفس يا اخي لا تودي لشيء سمونا هذه الحلقه قال بعد وقفت على حرس البحر خليك لا اي منطقه خاصه بس بال يعني ماشي العادي يوم ما ان شاء الله نعدي البحر لهناك ان شاء الله نرى اي مكان لنا يعني الحياه هي مثل ما تشوفوا معنا هذا اول منظر اللي ورانا نحن البحر على فكره حلو اسمه جبار هذا معروف جميرا بيتش ريسيدنت معروف الحمد لله يعني الاوضاع بلشت تتحسن الحين راح نعطيكم بعدين مقطع صغير تقريبا 20 ثانيه على الاوضاع بالبحر راح تشوفوا معنا كيف الجو ان شاء الله ومرحبا بكم لسه 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 الفيديو الفيديو لسه ما راح يخلص ان شاء الله بعد ساعتين ثلاث ساعات راح تشوفونا بمكان ثاني خليكم مع المفاجاه يوسف شو صار معك؟ شوف الشباب لا زالوا يلعبوا كرة انا خلصت والله تعبت غروب الشمس افضل غروب الشمس اللي نشوفه اليوم لان فتح البحر وفتح كل شيء وبزنس ابدا ورجع زي زمان يعني فالحمد لله كان في كل حال وكنا عدينا انا وتوفيق هناك وبعدين سكيورتي جاء ويقول له ارجع يعني ممنوع بعد اللي هناك ان شاء الله خير وانا
دبي مول ياك عاد. جينا على دبي مول على فكرة جعانين. وشفنا بعد شو ال شو يسمونه هذه الأكواريوم أكبر أكواريوم في العالم. وكما شفت قبل شوي وكان حلو يعني فالحين يعني دبي مول بعد شوي فاضي بس. زين. الوضع هذي يعني. بعد يوم تبع تعب ويوم سباحة الحين لازم نأكل. لا أمشي الحين إحنا جينا بتعرف تكساس يا حمشان إحنا تعودين على تكساس الحين هيك بعدين نخلص يومنا مباشرة بعد التكساس تكساس إن شاء الله رح نأخذ مش عارف تاكسي ولا مترو ونرجع على البيت إن شاء الله ونشوفونا مرة ثانية إن شاء الله فلوج ثاني وشي ثاني إن شاء الله السلام عليكم تابعنا يلا تابعونا جيم سبسكرايب على القناة وتابعونا على قناة أخي عارف مرحبا فيكم